إيكو تي في نشرة الأخبار ونبدأها بالعناوين. بين ضغط الفصائل وتفويض الائتلاف الحاكم، بغداد تجدد التلويح بإنهاء مهمة التحالف الدولية، وخبراء يتحدثون عن رسم علاقة حذرة مع واشنطن قبل عودة ترامب. الخوف من الحرب الشاملة في المنطقة يرفع أسعار النفط العالمية، إنتاج أوبك يزداد خلال أيار وحزيران، والعراق يخفض بنحو 50,000 برميل كل يوم. إدارة كركوك بالتناوب لحل أزمة تشكيل الحكومة لا تحظى بإجماع القوى، اليكتي أبرز المعترضين ودعوات إلى تسريع الحل لتجنب السيناريو الأصعب. لا ترهبوا أبناءكم أثناء الامتحانات، خبراء يرفضون الضغط القاسي للتفوق الدراسي ويحذرون من الانفجارات النفسية، النجاح في الحياة أوسع من المدارس. أهلا بكم إلى تفاصيل النشر، حيث طالب ائتلاف إدارة الدولة مجددا بحسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب، إلى جانب تأكيده أهمية تشكيل ما تبقى من الحكومات المحلية في ديالى وكركوك. وخلال اجتماع اعتيادي جدد الائتلاف تفويض الحكومة في الحوار الجاري مع التحالف الدولي وتأييد القرارات المتعلقة بذلك، واستنكر الإساءة غير المقبولة ضد مجلس القضاء الأعلى ورئيسه فائق زيدان. وفيما تسلم المجتمعون آخر تحديث لتقرير اللجنة المعنية بمتابعة تطبيق البرنامج الحكومي، حيث وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 68% حتى الآن، ناقشوا الجهود المبذولة في توفير أفضل الخدمات للمواطنين وأهمية إسنادها. بين ضغط الفصائل وتفويض الائتلاف الحاكم، تجدد بغداد التلويح بإنهاء مهمة التحالف الدولي، وسط حديث خبراء عن الحاجة إلى مزيد من الوقت لملء الفراغ العسكري بالتوازي مع الإسراع لرسم علاقة حذرة مع واشنطن قبل عودة ترامب إذا ما فاز بانتخابات البيت الأبيض. ما أن ترتفع حدة تصريحات الفصائل وتهديداتها باستهداف المصالح الأمريكية حتى تنبري بغداد بالتأكيد على مضيها قدما في ملف إنهاء مهمة التحالف الدولي. يتكرر ذلك كثيرا عبر خطابات رئيس الوزراء أو بيانات الائتلاف الحاكم، وآخرها تجديد تفويض الحكومة في الحوار مع التحالف الدولي وتأييد قراراته بهذا الشأن، وهذه المرة في ظل انتظار سفيرة جديدة لواشنطن استبقت مجيئها بتصريحات مثيرة للجدل عن ضرورة حماية العراق من النفوذ الخارجي وتأثيره في الحياة السياسية والأوضاع العامة. ووفق خبراء في الشأن الأمني، فإن العراق لا يزال يطور من بنيته العسكرية عبر اتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة ودول أوروبية تمهيدا لتسلم المهام الأمنية من التحالف، لكن تلك الخطوات تستلزم وقتا لإتمام صفقات تجهيز وتدريب شامل. هنالك يعني جدية كاملة في إنهاء تواجد قوات التحالف، ولكن العراق لغاية اليوم هو يفتقر إلى التسليح. يعني حقيقة العراق الآن غير قادر على حماية أرضه وسماءه وبحره من أي عدوان خارجي إلا بعد أن يتم إكمال التسليح ويتم التدريب على الأسلحة الواصلة. وأعتقد الخطوات ابتدأت الآن من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة في يعني إكمال تسليح المؤسسة العسكرية العراقية، إن كان على مستوى طائرات وإن كانت على قوات برية وجوية وبحرية. الحوار والتفويض والتأييد ثلاثية تأتي في ظل تحركات وتصريحات أمريكية ضد مجلس القضاء الأعلى تتضمن اتهامه بالخضوع لإيران، اتهام استنكرته بغداد وعدته تدخلا في شأن عراقي، قبل أن تبادر سفيرة واشنطن إلى لقاء رئيس مجلس القضاء وصف العلاقة معه بأنها متنامية، مع أن العلاقة الأشمل بين البلدين معقدة وبحاجة إلى تفاهمات وتنظيم بحسب خبراء. بطبيعة الحال علاقتنا مع الولايات المتحدة علاقة معقدة، دخلت الولايات المتحدة بأسلوب عسكري ولم يكن هناك اتفاقية سياسية حتى تكون هناك الأمور بسيطة. الدخول العسكري ولد مشاكل كبيرة، حتى تنظم العلاقة مع الولايات المتحدة نحتاج إلى وقت أكبر. لا أعتقد بشهر أو شهرين أو ثلاثة ستنتهي الحكومة من هذا الملف، وتحتاج أيضا الحكومة لصلاحيات واسعة. ولرسم هذه العلاقة ينبغي الأخذ بالحسبان أن العراق مقبل على انتخابات في الأقليم ثم المركز بعد الانتخابات الأمريكية المرتقبة،
وهي مراحل تحتاج إلى هدوء واستقرار وكذلك حذر مما يمكن أن يفرزه السباق الأمريكي إذا ما عاد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وعادت معه سياسته المتشددة تجاه المنطقة. من بغداد، علي أسد، يو تي في. استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، وبحث زيدان ورومانوسكي عددا من القضايا القانونية الخاصة بتطوير التعاون بين بغداد وواشنطن. من جانبها قالت رومانوسكي إن اللقاء يأتي كجزء من العلاقة الجيدة والمتنامية مع السلطة القضائية العراقية لمواصلة العمل في المسائل القانونية المهمة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. يأتي اللقاء بعد موجة استنكار ورفض لتصريحات أدلى بها النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي مايك والتز ضد مجلس القضاء الأعلى ورئيسه فائق زيدان، فيما نقل موقع واشنطن فري بيكون أن والتز سيقدم تعديلا على مشروع قانون من شأنه اعتبار مجلس القضاء وزيدان كأصول تسيطر عليها إيران. اعتبرت نقابة المحامين العراقيين وجمع من النقابات والاتحادات العراقية تصريحات النائب الأمريكي مايك والتز ضد مجلس القضاء الأعلى ورئيسه انتهاكا صريحا للمعاهدات الدولية وتجاوزا على السيادة. وطالبت المنظمات في مؤتمر صحفي الكونغرس الأمريكي برفض هذه التصريحات مؤكدة مساندة المؤسسات العراقية لاتخاذ الموقف المناسب. إن هذه التصريحات تمثل تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن الداخلي والسيادي للعراق، وتعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة التي لا تملك وإن كانت هي الممثل عن الدول الأعضاء ما يسوغ لها أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما. نطالب الكونغرس الأمريكي بالرد الفوري ورفض هذه التصريحات، تأكيدا على العلاقات الدولية المبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. تساند النقابات والاتحادات السلطات العراقية في اتخاذ موقف حازم اتجاه هذه التصريحات والعمل على تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلد واستقلال مؤسساته. للمزيد ينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي نجم القصاب. مرحبا بك سيد نجم، ما هو تصورك عن مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة في ظل مساعي العراق إنهاء مهمة التحالف الدولي على أراضيه والتوتر الناتج عن التصريحات المتوالية المثيرة للجدل لعل آخرها تصريحات والتز النائب في الكونغرس الأمريكي؟ بدأ تحية طيبة لك ولكل مشاهديك الكرام. يعني أولا مثل هذه التصريحات هي لا تؤثر ولا تتأثر الدولة العراقية ولا السلطة القضائية برئاسة القاضي فايق زيدان، لأن هناك كثير من النواب في مجلس الشيوخ والكونغرس وكل نائب له ما له من تصريحات ومن بعض الأشخاص أو بعض النواب داخل الكونغرس وحتى مجلس الشيوخ علاقات مع بعض الشخصيات السياسية العراقية المطلوبة للقضاء العراقي. حينما يكون هناك دفعا أو تشويها للحقائق بالتأكيد هذا النائب أو ذاك النائب يتحدث أو يتهجم، مثلما انتقد شخصية القاضي فايق زيدان الذي يعتبر رئيس السلطة القضائية وليس من حق أي دولة خصوصا أمريكا، لأن كل ما جرى وكل الخراب الذي ضرب العراق منذ الاحتلال عام 2003 إلى هذه اللحظة هي تتحملها الولايات المتحدة والسياسات التي لها تدخلات مباشرة وغير مباشرة، مرة عسكرية مرة اقتصادية على شعوب ورقاب الناس. أنا أعتقد هذا التصريح بالعكس هو يعطي قوة للسلطة القضائية ولشخصية السيد فايق زيدان، لأن أمريكي أو سياسيا أمريكيا ينتقد القضاء العراقي. ربما ممكن المواطن العراقي أو الإعلامي أن ينتقد القضاء، لكن غير مسموح من شخصية أمريكية ينتقد أو يتدخل. بالتالي هذه التصريحات هي لا تؤثر لا سلبا ولا إيجابا، سواء انتقد أو سواء مدح هذا الشخص أو ذاك الشخص. بالتالي كثير من العقوبات الأمريكية قد فرضت على شخصيات سياسية وعسكرية ولم نجد هناك أي تأثير
عليهما، بالتالي العلاقة العراق مع الولايات المتحدة يجب أن تكون علاقة واضحة وتكون هناك بعض الرؤى التي يجب أن يفهم بها المواطن العراقي وكل المجتمع العراقي، هل إن علاقة تحالف حقيقي استراتيجي، علاقة تبادل مصالح. أنا أعتقد العلاقة بين العراق والولايات المتحدة إلى هذه اللحظة غير واضحة، بالتالي هناك غموض، رغم السيد السوداني الذي نجح بإقناع الأمريكان وإقناع الإيرانيين بأن العراق لا يحتسب لا على المحور الشرقي المتمثل بإيران ولا على المحور الغربي المتمثل بالولايات المتحدة، وهذا أفضل حلا أن يكون العراق وسطيا معتدلا حتى لا يعاني ولا يجد هناك أي عقوبات، لا تدخلات بشكل مباشر من إيران ولا تدخلات مباشر أو غير مباشر من قبل أمريكا. يعني لا تعتقد سيد نجم أن هذا التصعيد كان رسالة أمريكية مقصودة؟ يعني السفيرة، خصوصا أن السفيرة رومانوسكي وخلال لقائها رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان اليوم أعادت الأمور إلى طاولة التفاوض والتعاون. لا، أولا يعني القضاء العراقي لا يمتلك الصلاحيات برسم العلاقات الخارجية، من له الصلاحيات هي الحكومة العراقية برئاسة السيد محمد السوداني، وأي اتفاقية خارجية ينبغي أن تجد هناك موافقة وتصويت ومن قبل البرلمان العراقي، لأننا نظامنا برلماني. أما اللقاءات من قبل السيد القاضي فايق زيدان مع أي شخصية سياسية عراقية أو عربية أو أجنبية، من له الحق، لأنه يمثل أعلى هرم في السلطة وفي الدولة هو القضاء العراقي. يجب علينا أن نتكاتف ونتضامن حينما تتعرض شخصية عراقية وطنية مهما تكون، يجب أن يكون هناك تكاتف وتشارك وتضامن حقيقي وواقعي، حتى لا نسمح بأي دولة أو أي شخصية بالانتقاد وتقصير أو تقليص أو تصغير شخصية أو مؤسسة عراقية سواء قضائية أو أمنية أو عسكرية أو سياسية. نحن ننتقد مع بعضنا، لكن ينبغي علينا عدم السماح بأي تدخل خارجي. يعني السيد نجم، قد يربط البعض بين تأكيد بغداد على مضيها قدما في ملف إنهاء مهمة التحالف الدولي وبين تصعيد الفصائل وتهديداتها باستهداف المصالح الأمريكية، ما هو رأيك؟ يعني أولا علينا أن نتحدث بصراحة، وعلينا أن نفكر بالشعب العراقي، لا نفكر بمصالحنا الشخصية والفئوية والذاتية والحزبية أو بالأقليمية. الآن العراق قد خرج من مآسي، من حروب، من حصار، من عقوبات، من حرب طائفية، من تدخلات خارجية. ينبغي أن نتعلم من الخطأ. الخطأ يعلم، وحينما يتكرر الخطأ ويتحول إلى خطيئة هذه كارثة. يعني اليوم العراق إذا تعرضت المصالح الأمريكية في المنطقة أو في العراق من قبل بعض الفصائل التي هددت، ما الذي سيحصل؟ أليس ستكون هناك عقوبات اقتصادية ويرتفع الدولار لربما يصل إلى 400 أو 500 ألف دينار مقابل 100 دولار، وترتفع كل المواد الغذائية وغير الغذائية؟ من الذي يتضرر؟ السياسي لا يتضرر، المسؤول لا يتضرر، التاجر لا يتضرر، يتضرر أنا وأنت والمشاهد الكريم، لأننا نعيش على الراتب وعلى القوت اليومي. هذا يجب علينا أن نفكر بسياسة ورؤية استراتيجية. أما التهديدات التي رأيناها أو شاهدناها سواء قبل 2003 وبعد 2003، ماذا حصل للعراق؟ ننسى الذي حصل في التسعينات أيام الحصار والعقوبات على المجتمع العراقي. أنا أعتقد هذه التهديدات لا تصب في مصلحة العراق، وتحرج حكومة السيد السوداني الذي يحاول يمسك العصا من الوسط ويحاول أن يحرك عجلة الإعمار وكذلك الاستثمار، وهذا الحل الأمثل. لدينا مئات الآلاف من الخريجين، لا تستطيع أي حكومة وأي دولة بالعالم تستقطب هؤلاء بالتعيينات إلا عن طريق تنشيط القطاع الخاص. ما هو القطاع الخاص؟ حينما تكون هناك أمنا وأمانا داخل المدن العراقية، حتى على الأقل نزج هؤلاء
في الشركات سواء العراقية أو العربية أو الأجنبية حتى يتم هناك فعلا إعطاء رسائل بأن العراق أصبح دولة موثوقة. أما هذه التهديدات أعتقد سيعود العراق إلى ما كان عليه قبل 10 سنوات. يعني سيد نجيب، لطالما استندت الولايات المتحدة إلى حجج حماية العراق من النفوذ الخارجي، هل ستسهم في دعم استقلال العراق أمنيا وعسكريا بمساعدته على تأمين وفرض سيادته على أجوائه؟ يعني تعلمين الأجواء هي بيد التحالف الدولي برئاسة أو زعامة أو قيادة الولايات المتحدة، وهذا طبعا كانت هناك نوع من التآمر على العراق منذ 2003، تآمر داخلي وتآمر خارجي. التآمر الداخلي مع الأسف كل الذين قادوا أو حكموا البلاد منذ 2003 حقيقة لا يفقهون شيء، هم يجاملون ويتكبرون ويتكابرون ويمثلون على الشعب العراقي بأنهم أصدقاء وأنهم حلفاء، لكن لا أحد يثق بالآخر. والدليل على ما أتحدث، كثير من العراق أراد أن يستورد أسلحة في الدفاعات الجوية ليس من أمريكا فقط، وإنما ينبغي أن نذهب إلى روسيا، إلى الصين، إلى دول أخرى، لكن هناك سياسيين يحاولون إعطاء رسائل إلى الولايات المتحدة بأن لو تم تسليح أو تأهيل أو تدريب أو تطوير الدفاعات الجوية أو الأسلحة للعراق سوف هذا ينقلب على الشعب العراقي ويقتل به العراق، وهذه ثقافة التشكيك والتفكيك أعتقد لا تصب في مصلحة العراق. أنا أعتقد الأمريكان لهم تأثير مباشر، نتحدث بصراحة، تأثير لأنهم يحمون السماء ولديهم أسلحة متطورة، طائرات مسيرة، طائرات بدون طيار، كاميرات، مجسات، مخابرات، هذه كلها تجعل أمريكا لها التأثير المباشر. الأمر الآخر، الاقتصاد العراقي بيد الأمريكان يا ستي العزيزة. اليوم أمريكا إذا 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 تحدثت كلاما واحد أو تصريحا واحد سوف يقفز الدولار أمام الدينار وسوف يضرب الاقتصاد العراقي. إذن يجب علينا العراق، أنا أقول لك بصراحة، نمتلك قيادات عسكرية وأمنية وأجهزة. اليوم لدينا جهاز الأمن الوطني يعتبر من أفضل الأجهزة في الوطن العربي، استطاع أن يعمل ما يعمل خصوصا بعد وصول السيد أبو علي البصري وكذلك أجهزة أخرى، لكن هذا لا يكفي ما لم يكن هناك تبادل الثقة بين الطبقة السياسية وبين المؤسسات داخل الدولة العراقية. نعم، المحلل السياسي السيد نجم القصاب من بغداد، شكرا جزيلا لك. إدارة كركوك بالتناوب أحد الخيارات المحتفظة ببقائها مطروحة لحل أزمة تشكيل الحكومة المحلية، لكنه لا يحظى بإجماع القوى السياسية وسط مخاوف من حل مجلس المحافظة. أكثر من 6 أشهر مضت على إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وما زال مقترح التناوب على إدارة كركوك بين مكوناتها الخيار الوحيد المطروح على طاولة التفاهمات بين الكتل الفائزة، لكنه لم ينل رضا جميع المتخاصمين بعد. أكو لقاءات تحصل جانبية بسيطة، وأكو لقاءات تحصل مع السيد رئيس الوزراء، يختلفون في مكتب رئيس الوزراء وبعد ذلك ما يلتقون لحل المشكلة اللي يختلفون عليها. إحنا الآن عندما نصبح نبقى موحدين سننجح، وإذا تشتتنا سنضيع الأمانة التي علقتموها أنتم في أعناقنا. وعلى الرغم من تأكيد ائتلاف إدارة الدولة أهمية تشكيل ما تبقى من الحكومات المحلية في ديالى وكركوك، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني ما يزال مصرا على رفضه مقترح التناوب، بينما اجتمعت بقية الأطراف على هذا المقترح لكونه يلبي متطلبات الجماهير والإسراع بتشكيل الحكومة المحلية. لا يزال المفاوضات جارية حول تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، لحد الآن لا يوجد هناك
إجماع على رسمي على حل على تشكيل هذه الحكومة. نحن كتركمان موقفنا واضح، وهو أن يكون منصب المحافظ ورئيس المجلس ونائب المحافظ بالتناوب بين القوميات، وهناك اعتراض فقط من الاتحاد الوطني الكردستاني الذي نأمل بموافقته على هذا الإجماع العربي الكردي التركمان. وتأمل القوى العربية والتركمانية المتفقة على مقترح التناوب في موافقة الكردي للإسراع بتشكيل حكومة كركوك وتجنيب سيناريو حل مجلس المحافظة في حال الاستمرار بوضع يعد مخالفة دستورية قد تحرم المحافظة من استحقاق حرمت منه لسنوات. من كركوك عمار حامد، يو تي في. جدد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني المطالبة بتنفيذ اتفاق سنجار بحذافيره وإنهاء حالة الطوارئ في القضاء، وخلال مؤتمر في أربيل لدعم الأزيديين الناجين من قبضة داعش، قال برزاني أن جروح الأزيديين وأوجاعهم في منطقة سنجار لم تنتهي بعد رغم مرور 10 سنوات على الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها، مضيفا أن الوضع غير مستقر في المنطقة والنازحين لم يعودوا إلى ديارهم بفعل سيطرة ميليشيات وقوى خارجة عن القانون عليها، داعيا المجتمع الدولي إلى المساعدة في تخفيف معاناة الأزيديين وإعادة اللاجئين منهم إلى أماكنهم. ارتفع إنتاج أوبك من النفط في حزيران للشهر الثاني بعدما عوضت زيادة الإمدادات من إيران ونيجيريا إثر تخفيضات طوعية للعراق وأعضاء آخرين ضمن تحالف أوبك بلاس. وأظهر مسح نشرته رويترز أن العراق خفض إنتاجه بنحو 50,000 برميل يوميا، وهو الخفض الأكبر، لكنه لا يزال مصدر القدر الأكبر من فائض الإمدادات المتجاوز لهدف وضعته أوبك بلس بنحو 280,000 برميل في اليوم. وضخت أوبك أكثر من 26 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بزيادة 70,000 عن أيار. وتأتي زيادة رغم قرار أوبك بلس في اجتماع الرياض الشهر الماضي تمديد معظم قرارات خفض الإنتاج الطوعية حتى العام المقبل سعيا لدعم السوق. وسجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا متأثرة بالخشية من تأثر الإمدادات باتساع الصراع في الشرق الأوسط في ظل آمال عن نمو الطلب إلى 86 دولارا فاصل 60 سنتا للبرميل. ارتفعت أسعار النفط في أعلى مستوى لها خلال شهرين. هذا الارتفاع مدعوم بتوقعين رئيسين: زيادة الطلب في نصف الكرة الأرضية الشمالي واتساع نطاق الصراع ضمن الشرق الأوسط، ما يقلص الإمدادات العالمية. محللون في شركات استشارية للطاقة العالمية يرون أن زيادة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالتوتر بين إسرائيل وحزب الله على الحدود اللبنانية تحسن أداء سوق الطاقة. التوقعات لم تأتي من فراغ، يقول بوب يوغر مدير العقود الآجلة للطاقة لدى شركة ميزوهو، إن الصراع القائم يقترب أكثر فأكثر من حرب شاملة تنذر بجر إيران العضو في أوبك وحلفائها داخل العراق واليمن وسوريا إليها. وقبل أيام كشفت وكالة أسوشيتد بريس عن تحشيد هو الأكبر منذ بدء العدوان على غزة لآلاف المقاتلين المدعومين من إيران استعدادا للذهاب إلى لبنان والانضمام إلى حزب الله. تشاؤم المحللين الدوليين مستمر، إذ أوردت وكالة رويترز توقعات أخرى بحدوث شح في إمدادات النفط عبر الربع الثالث من العام الحالي، بالنظر إلى أن الطلب على وسائل النقل وأجهزة التكييف خلال الصيف يؤدي إلى سحب مخزونات الوقود، وسط تمديد أعضاء تحالف أوبك بلس وبينهم العراق معظم تخفيضات إنتاج النفط حتى العام المقبل. أعلن سفير اليابان لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو موعد إنجاز بناء مصفى نفطي كبير في البصرة. وذكر السفير في تصريح صحفي أن شركة جي جي سي التي تعمل على بناء المصفى استثمرت 4,500,000,000 دولار في المشروع، مشيرا إلى أن إنجازه سيستغرق عامين.
وصل وفد من المنظمة البحرية الدولية إلى العراق بطلب رسمي من الحكومة بهدف تطبيق النافذة الواحدة لتسهيل التجارة وتجنب بقاء السفن مدة طويلة داخل الموانئ. وقال مسؤولون بحريون إن الوفد سيحدد حاجات الموانئ الجنوبية ويعد تقريرا بشأن إجراءات الموانئ العراقية في مجال الرقمنة لرفعه إلى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية والحكومة العراقية. الخبراء وجودهم هو لتقييم احتياجات الموانئ العراقية، ما هو موجود على الأرض حاليا، ما هي الخطوات اللي اتخذتها الموانئ باتجاه الرقمنة. هذه الزيارة يصدر عنها تقرير يعمم على إلى الأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، ثم تصدر منه نسخة إلى جمهورية العراق، تقرير فني بحت يعطي للعراق المعلومة الكاملة عما موجود عن الأرض وعن الاحتياجات المستقبلية لتطبيق النظام بشكل كامل. اعتماد النافذة البحرية الواحدة ودمج جميع الجهات العاملة في الموانئ مثل الجمرك، مثل دائرة الجمارك ودائرة الصحة والشركات النقل مثل شركة النقل البحري والمخلصين الجمركيين في نافذة واحدة من أجل تسهيل التجارة ولتجنب بقاء السفن في الموانئ. لا ترهبوا أبناءكم أثناء الامتحانات، هذا الملف بعد قليل. الناس تحب النجاح، لكنه لا يقتصر على التفوق الدراسي فحسب، بل يمتد إلى مفاصل الحياة المختلفة. فهناك كثيرون لم يكملوا دراساتهم أو يحققوا نتائج عالية بين المدارس والجامعات، لكنهم أصبحوا رجال أعمال وشأن مرموق عبر تجارة أو صناعة أو أي مجال آخر. وعليه فلا مبرر لأي ولي أمر أن يعرض أبناءه لضغط نفسي هائل، خصوصا أيام الامتحانات، ويدفعهم ربما لأذية أنفسهم إذا ما أخفقوا. وهذه توصية من الخبراء في علوم النفس والاجتماع والتربية. ورفض خبراء في علم الاجتماع الضغط القاسي على الأبناء للتفوق في الدراسة والامتحانات، محذرين من انفجارات نفسية قد تؤدي إلى إلحاق الأذى بالذات. تقرير من ذي قار لتفاصيل أكثر. بين اليأس واللا بأس، آمال تتحطم وضغوط تزداد لتؤدي أحيانا إلى فقدان الحياة. طلبة في الصفوف المنتهية لم تسعفهم قدراتهم أو ظروفهم لتجاوز عتبة البكالوريا، فتعرضوا لجلد الذات أولا وعقاب الأهل والمجتمع ثانيا، فظنوا خطأ أنهم في نهاية الطريق. هناك أمر غير مبرر وغير عقلاني، أنه سعي الناس إلى الإلحاح على أبنائهم الصغار وهم بالحقيقة يعني لا يتجاوزون 17 إلى 18 في الحصول على درجات ليس لهم قبل بالحصول عليها، إذ لكل إنسان طبعا قدراته العقلية وإمكاناته التي بالأخير هي محدودة. محدودة أيضا مفاهيم بعض الأهل ممن يظنون أن أقصى الضغط نجاح، فهو قد يولد انفجارا نفسيا لأبنائهم وهم في فترة عمرية حرجة. يؤكد متخصصون ضرورة التعامل معها بحكمة وحذر. حقيقة عندما يحصر التلميذ في هذه الزاوية فإنه يكون أمام أمرين لا ثالث لهما، أما الحصول على هذه الدرجات العالية، سقف التوقعات العالي غير العقلاني كما أشرت، أو بالأخير الخسران المبين الذي يؤدي ببعض الطلبة نتيجة قلة وعيهم ونتيجة عدم فهمهم للحياة إلى أن ينهي حياته. وتسجل منظمات مدنية في ذي قار حالات متزايدة من فقدان الحياة بعد اليأس منها بسبب الفشل الدراسي، فمن بين 290 حالة سجلت في ذي قار خلال الأعوام الثلاثة الماضية كانت نسبة من فقدوا حياتهم بسبب الإخفاق في الامتحانات تتراوح بين 25
30%. بسبب الضغوطات النفسية، بسبب انتشار المدارس الأهلية التي يعني بدون تخطيط أدت إلى ضغوطات نفسية بين الطالبة، خاصة من المدارس الحكومية جاي يقارن نفسه والمدارس الأهلية. هناك طلبة يعني بصراحة ليس بالمستوى العلمي يعني الكبير، يتحولون أو ينقلون أنفسهم إلى المدارس الأهلية، وبالتالي راح يكون في التفاوت الطبقي بين الطلبة المدارس الحكومية والمدارس الأهلية. لكل جواد كبوة، جملة لم تقل عبثا، فالتعثر في الطريق الدراسي أمر وارد لا يستدعي اليأس، فالأمل بالتعويض قد يكون شعلة تمد ضوءها لكل من يأتيها منطفئا. من الناصرية، أحمد السعيدي، UTV. وفي ديالى عزا مدير مفوضية حقوق الإنسان صلاح مهدي حالات إيذاء النفس بين صفوف الطلاب إلى تسليط أولياء الأمور ضغوطا عليهم واستخدام أساليب مرفوضة ضدهم مثل العقاب البدني، فضلا عن خشية الطلاب أنفسهم من عواقب الرسوب أو عدم تحقيق معدل مرتفع. الضغط النفسي الذي يولد على الطالب نتيجة الخشية من الرسوب، الخشية من الحصول على معدل عالي، هذا كله ضغط نفسي يتولد على الطالب، بالتالي يكون هناك يعني ضغط كبير أثناء فترة الدراسة والامتحانات. يضاف إلى ذلك يعني الضغط النفسي الذي تمارسه الأسرة على الطالب، عدم مراعاة لشعور ونفسية الطالب، عدم مراعاة يعني إمكانية تحمل الطالب العقلية لهذا الضغط الكبير. هذا الضغط غير صحيح، هذا الضغط غير مبرر، كان الأولى ببعض العوائل أن تلجأ إلى أسلوب حل المشكلة من خلال الجلوس مع أبنائهم، توفير ما يحتاجونه، خلق بيئة يعني مناسبة للدراسة، عدم اللجوء إلى أسلوب الضغط والعقاب البدني. وقال مختصون في علم النفس والأرشاد التربوي إن التوقعات العالية من الأسرة بشأن المعدل الدراسي تدفع الطلاب إلى الدخول في اكتئاب وقلق عند الإخفاق، مشيرين إلى أن المراحل الدراسية وخاصة المنتهية منها ليست كل الحياة، ويجب ألا تكون مصدر قلق يعرض حياة الطلاب إلى الخطر. الأهل من ضمن الأسباب، كيف؟ لأن الأهل يعطون التوقعات العالية لأبنائهم، يريدون منه المعدل العالي، وهذه التوقعات العالية تزيد نسب الاكتئاب وارتفاع نسب القلق عند هؤلاء الشباب والمراهقين. وعندما يخفق هذا الطالب تلاحظ بأن الأهل كل اللوم يوجه إلى هذا الطالب، بأنني تعبت وأنني صرفت، وكأنما هموم الدنيا كلها تسلط على هذا الشاب أو هذه البنت الصغيرة. لأن نخفف هذا الزخم لهذا الشاب ولهذا المراهق، ولكن مع الأسف نلاحظ الكثير من الأهل، هل وجدنا عائلة تطبب على صدر ابنها بأنك سوف تنجح وسوف تحقق، وإن لم تحقق هذا الشيء سوف تحققه في المستقبل؟ يجب إعطاء فرصة أكبر للمرشد ومساعدته وبذل يعني أكبر جهد ممكن لأخذ دور المرشد في المدارس للحد من هذه الظواهر، فإن هذه المراحل الدراسية هي ليست كل الحياة وليست انتهاء يعني إعادة السنة مثلا أو الامتحان في الدور الثاني، ليس عار ولا وصمة. معنا من كركوك الباحث النفسي والاجتماعي الدكتور عبد الكريم خليفة. مرحبا بك دكتور عبد الكريم. يعني 290 حالة انتحار سجلت في ذقار خلال الأعوام الثلاث الماضية، 25-30% منهم أنهوا حياتهم بسبب طبعا إخفاقهم الدراسي. كيف يمكن لهكذا ضغوط أن توصل الطالب لهذه النتيجة؟ تفضل دكتور. نعم، تحية طيبة لكل مشاهديكم الكرام. بصراحة القدرة على التحصيل مرتبطة بقدرات الذكاء ومرتبطة بقدرات أخرى، عوامل التفكير وأيضا عوامل التذكر والنسيان، بالإضافة إلى تصنيفات بلوم للجانب المعرفي. وبعض الأحيان ضغوط الأهل وطموحات الأهل تضغط تجبر الطالب على أنه بحالة عدم حصول الدرجة تجعل أنه يصير عنده حالة من النكوص، حالة من الاكتئاب، وبالتالي يلجأ الانتحار لأنه لا يستطيع فهم أهله، لأنه هو ملتزم بهذه القدرات، إمكانيته المعرفية محددة، وبالتالي سقف الطموحات يكون عالي
ومستوى الطالب يسون أدنى وبالتالي يسون إخفاق بالعملية. بالتالي ضغط الأهل وبعض الأحيان ليس ضغط الأهل فقط أنه خجل الابن من والديه ويشوفهم أنه الجهد اللي يبذلونه يدعو إلى أنه التخلص من الحياة بهذا الجانب. إضافة إلى أنه العوامل الجذب بالمجتمع عوامل ليست قابلة إلى تخليص هذا الطالب أو الطالبة من حالات اليأس ومن حالات القنوط، علما أنه المجتمعات لا تبنى فقط بالشهادات. يعني ويليامسون في بريطانيا في كتابه إرشاد المهنة حدد لكثير من المهن، يعني ليس بالضرورة أن الطالب يحصل درجة ويدخل كلية فقط، لأنه المجتمعات بها مهن مختلفة بها مجالات مختلفة، وبالتالي نحتاج أنه نوصل هؤلاء الطلاب إلى هذه المهن. كل طالب إلى قدرة إلى إمكانية إلى قدرة من الذكاء، وبالتالي لابد أنه الأهل ما يضغطون ويحاولون الضغط ودفع أبنائهم إلى حالات من اليأس والقنوط. يعني دكتور، نعم. يعني دكتور في ظل الوضع الراهن ما هي الطرق الممكنة لإيقاف أو دعنا نقول الحد من هذه الظاهرة في الوقت الحالي؟ نعم، بحاجة أولا نحتاج أولياء الأمور يثقفون بهذا الموضوع. إحنا مشكلتنا ليس بالطالب وليس بالمؤسسة التعليمية، مشكلتنا بولي أمر يعني سقف طموحه، سقف يعني أهدافه اللي يضحى بعض الأحيان هي حالة من حالات التكوين العكسي. يعني الأب إذا ما كان محصل شهادة أو حصل إخفاقات فيريد ما أيضا أبنائه ما يحصلون هذه، هذا جزء من الأبوة، لكنه الأبوة يفترض أن تكون هذا الجزء متعلق بمستوى ابنه، وبالتالي تحتاج إلى ثقافة، تحتاج إلى بعض المحاضرات، بعض النشاطات، نفهم أولياء الأمور أنه قدرات أبنائهم محددة. وأيضا بعض الأحيان المؤسسة التعليمية أيضا من تمنح درجات عالية للطلاب بالابتدائية أو بالمرحلة الأول متوسط والثاني، يتفاجأ الطالب أو يتفاجأ ولي أمر بالبكالوريا أنه إخفاقات بسبع دروس أو ثمان دروس، فيصير حالة من حالات التباين، وهذه أيضا تتحمل المؤسسة التعليمية في حالة إعطاء الدرجات، لأن كما يعرف الجميع أنه كانت الابتدائية والمتوسطة أول وثاني وثالث، هسه 20 طالب أول 30 طالب ثاني، لكن من يجي يواجه المرحلة البكالوريا الامتحانات الوزارية نلاحظ أنه عملية الإخفاق ونحدد المستوى الحقيقي لهذا الطالب، وهذا مما يدعو للطالب إلى حالة من حالات النكوص وحالة من حالات الاكتئاب أو الانعزال أو الانسحاب من المجتمع، وبالتالي يلجأ إلى عملية الانتحال للتخلص من الخجل الاجتماعي أو العيب الاجتماعي اللي أهله وصلوا لهذه المرحلة. نعم نعم نعم. يعني ما سبب عدم توفر طيب خدمات العلاج النفسي للوقاية من هذه الظاهرة في إيذاء النفس؟ يعني نعم، حتى عمليات الإرشاد، وأنا عملت كمرشد، المرشد لا يستطيع التخلص من هذه المشكلة، لأن تعرفوا الامتحانات الوزارية الطالب من الشهر الثالث أو الرابع ينفصل عن المدرسة، يبدأ يحضر العملية، فيحتاج أنه مراجعة المراكز الاستشارية، يحتاج إلى ثقافة نفسية، يحتاج الأب هو يكون خبير بهذه المجال، لأن المرشد التربوي داخل المدرسة الطلاب محدودين قبل امتحانات نهاية العام، لكن هذا الطالب خصوصا بالمرحلة الاعتيادية ينفصل عن المدرسة، وبالتالي المرشد غير قادر على توصيل هذه المناهج اللي درسها، المنهج الإنمائي أو المنهج العلاجي أو المنهج الوقائي للطالب. نحتاج الأب يثقف بهذه المجال. لا توجد عندنا مثلا على سبيل المثال أنه مراكز للاستشارات النفسية حتى يلتجئ لهذه، لا يوجد مثلا بعض طيب الأحيان. دكتور كيف يجب تثقيف الآباء والعوائل داخل، إضافة إلى المرشدين والتربويين في هذه الحالة؟ نعم، نحتاج إلى برامج، يعني هذه البرامج اللي حضراتكم في قناتكم الموقرة، وإضافة إلى بعض الندوات، بعض التوجهات، يعني نحتاج أنه أولياء أمور المراحل المنتهية يكون هنالك ندوة بالتعاون وزارة التربية مع وزارة الصحة للاستفادة من خبرات الصحة النفسية في دار صحة كركوك أو باقي المحافظات، حتى نثقف ولي أمر أنه الدرجة مو هي الحد الفاصل، يعني مو نهاية الحياة الطالب. كثير من الناس اللي ما حصلوا درجات عليا أخفقوا، لكن أهلهم شجعوهم وتواصلوا مع وظائف ومهن. أصلا المجتمع حاليا، المجتمع العراقي اللاحظ والمجتمعات الأخرى، كثير من
ليسوا من حملة الشهادات العليا أو الدنيا هم ناجحين. النجاح ليس له علاقة بالتحصيل الدراسي فقط، وإنما النجاح هو عملية توافق مهني، عملية اختيار المهنة بشكل صحيح، عملية إبداع، عملية إنجاز. لذلك نحتاج إلى ندوات، نحتاج إلى محاضرات، نحتاج إلى أيضا حتى وسائل إعلانات كثيرة بالشوارع بالأزقة، حتى ولي أمر يثقف أنه ما يضغط على أبنائه، لأنه مرتبط ضغط الآباء على الأبناء يؤدي إلى أنه لجوء هذا الطالب إلى وسائل غير صحيحة، بعض الأحيان هروبية، بعض الأحيان حالات الانتحار، بعض الأحيان حتى أنه يهرب من العائلة أو يمارس الفكر العكسي، أي أنه يحاول أنه يعاقب أهله بالرسوب. لاحظنا كثير من الأبناء أنه يعطي الدفتر الامتحاني فارغ حتى يعاقب أهله نتيجة الضغط اللي من ولي أمر. نعم. يعني العوامل اللي تدفع وتوصل بعض الأشخاص للعنف بحق أنفسهم، هل يمكن أن تدفعهم للقيام بأفعال أخرى بديلة؟ نعم، كثير من الوسائل اللي يستخدمها مثلاً، لأنه بعض الأحيان كثير من حاليات بعد ظهور النتائج كثير من الطلبة يهربون من البيت مثلاً، يهرب من البيت ينتقل إلى جهة مجهولة، هذا السبب. السبب الثاني كثير من عتم يعاقب نفسه، وهي عملية سادية أو ماشوزية ما تسمى بالاضطرابات النفسية، يشوف أنه يعاقب نفسه بالحرق أو يعاقب نفسه بالشنق أو يعاقب نفسه أنه يعني يحاول يؤذي جسده بأي طريقة معينة، حتى وهي عملية عقاب نفسي لهذا. هذه مشكلة، أو تظهر عليها كثير من حالات الانطواء، كثير من حالات الإدمان لاحظنا يلتجئ إليها، وهي عملية لجوء عكسي لطموحات الأهل. نعم، من كركوك الباحث النفسي والاجتماعي الدكتور عبد الكريم خليفة، شكرا جزيلا لك. جاءت البصرة في المرتبة الثانية بعد بغداد في معدلات الطلاق، حيث سجلت محاكمها قرابة 800 حالة خلال شهر واحد فقط. أرقام موزعة سجلتها محاكم البصرة عن عدد حالات الطلاق وضعت المحافظة في الترتيب الثاني بعد العاصمة بغداد. خلال آيار الماضي بلغ العدد أكثر من 790 حالة بحسب إحصائية مجلس القضاء الأعلى، ليدق المختصون ناقوس الخطر. هاي الإحصائيات اللي قدمت، هاي حالات الطلاق والتفريق اللي موجودة رسميا من المحكمة، أكو أضعافها هي طلاق خارج المحكمة أمام الشيوخ اللي يعقدون الزواج، يصير زواج وطلاق ناقص، لا يسجل الزواج بالمحكمة ولا يسجل الطلاق بالمحكمة. أسباب عديدة أدت إلى انفجار ظاهرة الطلاق في الآونة الأخيرة، والتكنولوجيا في مرمى الاتهام، بل يعصب برأسها السبب الأكثر شيوعاً، فالهاتف النقال أصبح مصيدة الزوجين للوقوع في فخ الخيانة. زوج وزوجة، هو يقول خانتني، شنو سبب الخيانة؟ أكو كاتبة في تليفونها قرايبة، أنا ما أعرف شلون أحكي وشلون أتكلم من أشوفك، ها هي سوا خيانة وريد يطلقها. أكثر حالات طلاق يقول أنا شفتها خانتي بالتليفون. أشوف هذا الموبايل دخل لعنة على العراق، مو التكنولوجيا يعني. ومع أنه أبغض الحلال عند الله، فإن باحثين في الشأن الاجتماعي يرون في الانفصال حلا أخيرا لإنقاذ بعض الأسر من العلاقات الشديدة الاضطراب بين الزوجين. أبغض الحلال إلى الله هو الطلاق، هو حلال وأفضل، ماكو مشاكل وأفضل بالود أن تنتهي الطلاق بالاتفاق. بس المشكلة أنت من تكون عندك أولاد مو فقط زواج، هاي مسؤوليات، النفقة من راح يقوم بيها، هي قضية مو سهل. ليش قلت لك هو عقد من عقود الله؟ ورغم القلق المتنامي من ارتفاع نسب الطلاق بشكل لافت، فإن المعالجات ما زالت قاصرة لهذه الأزمة التي تهدد تماسك الأسرة فضلا عن المجتمع. سعد قصي، يو تي في، محافظة البصرة. تتدهور الزراعة فتنتعش السياحة بدلا منها، واقع تشهده عدة مناطق في صلاح الدين بتحويل مزارع في بلد وسامراء إلى فيلل تستقطب المصطفين بالمسابح والملاعب. المنتجعات السياحية في صلاح الدين
قبلة للسائحين والزائرين. بعد تراجع الزراعة بسبب انخفاض مناسيب المياه فضلاً عن ردم أحواض الأسماك، لجأ أصحاب البساتين في بلد وسامراء لتحويلها إلى منتجعات سياحية. المزارع هي متنفس وحيد لأهالي محافظة صلاح الدين. اليوم احنا اجينا كعوائل وكشباب لهذه المزارع لتخفيف وعدم وجود اي متنفس للعائل في محافظة صلاح الدين او في مدينة سامراء. اليوم قصدنا هذه المزارع وهي بها كافة وسائل الراحة. وبلغت أعداد هذه الوحدات السكنية السياحية 500 منزل أغنت أصحابها عن واردات الزراعة، إذ يتراوح إيجار الفيلا في اليوم الواحد بين 300 ألف دينار إلى 700 ألف بحسب المساحة واختلاف التصاميم العمرانية. قلة الدعم الحكومي لناحية الزراعة، فأكثر الفلاحين وأكثر الزراعين حولوا سووا منتجعات زراعية بين بها مسبح على بيت على شلالات على ملاعب للأطفال. أقلها هم شلون يقولون إحنا هم فشي حلو للشباب للعوائل لصلاح الدين وهم بها استفادة وهم يعني شغلها صار أرتب وأحسن للنسبة للعوائل والنسبة للمزارع والنسبة للفلاح. وتضم هذه الفلل مسابح وصالات ألعاب وملاعب خماسية وحدائق فضلا عن أماكن خاصة بالشواء، كما يحق للمستأجر قطف ثمار المزرعة ضمن عقد الإيجار. من صلاح الدين محمد قادر، يوتيفي. يوتيفي كانت هذه جولتنا الإخبارية، إلى اللقاء.